مشكل تحصيل الضرائب البلديات كما تعرفوا احنا نتابعوها هذه عن قريب على مستوى وزارة الداخلية. هذا مهم جدا باش تكون قريبا ان شاء الله وفي المستقبل تكون البلدية مواردها المالية مستقلة، ما تبقاش دائما تابعة الى اعانات الدولة واعانات وزارة الداخلية من اجل تسيير الموارد تاعها ومن اجل خلق التنمية الاقتصادية، لان الجديد هو ان البلدية في السنين القادمة ان شاء الله يكون عندها هذا الدور الاقتصادي الهام بامتياز، هي التنمية، هي تثمين الموارد، هي خلق الثروة، هي خلق مناصب العمل خارج الإدارة.